السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هقول لكم إزاي تغير شكل الخط في هواتف أوبو، تمام؟ وإن شاء الله برضك هقول لكم إزاي تعرف ترجع للخط الأصلي لو أنت جبت خط معين والخط دوت ما عجبكاش وحبيت ترجع للخط الأصلي اللي هو الخاص بالهاتف، هترجع له بكل سهولة، تمام؟ فإن شاء الله في الفيديو دوت هقول لكم إزاي تغير شكل الخط في هواتف أوبو وإزاي ترجع للخط الأصلي الخاص بالهاتف لو انت غيرت شكل الخط في الهاتف وحبيت ترجع للخط الاصلي. لكن قبل ما ابدا الشرح، لو انت اول مره بتتابعني ما تنساش تضغط على كلمه الاشتراك الموجوده اسفل الفيديو وتفعل جرس على الكل علشان اول ما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه، تمام؟ وطبعا عشان تغير شكل الخط في هواتف اوبو لازم تكون متصل بالانترنت، يعني اول مره لازم تكون متصل بالانترنت سواء شبكه واي فاي او بيانات هاتف. طيب دلوقتي بقى هقول لكم ازاي تغير شكل الخط في اي هاتف من هواتف اوبو. اول حاجه هضغط على الإعدادات، ومن الإعدادات هروح على التخصيصات، ومن التخصيصات هاجي على حجم الخط وحجم العرض وهبدأ أضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هبدأ أضغط على المزيد. بعد كده هلاحظ إن هو بيدخلني على مجموعة أو عدد من أشكال الخطوط اللي أنا ممكن أستخدمها على هاتف أوبو، تمام؟ طيب على سبيل المثال هتبدأ تشوف الخط هون اللي أنت عايز تختاره وبتبدأ تضغط على كلمة تطبيق. طيب انا على سبيل المثال هبدا اختار الخط دوت عن طريق الضغط على كلمه تطبيق، تمام؟ هبدا اضغط على تطبيق بالشكل ده، بقول هنا في الانتظار، بنتظر لحد ايه، بقول لي هوت ملاحظه تجب اعاده تشغيل التطبيق لتطبيق هذا الخط، هل تريد تطبيقه الان؟ هضغط على تطبيق. بعد كده هضغط على السماح، وهنا عشان تكمل خاصيه تغيير شكل الخط في هاتف اوبو بقول له هو تسجيل الدخول الى الحساب، بيطلب مني ان انا ادخل عنوان بريد الكتروني او ادخل رقم هاتف. طيب على سبيل المثال هبدا اكتب رقم هاتف، وبعد ما بدخل رقم الهاتف بضغط على التالي. بعد كده بيرسل لي كود تحقق، هضغط سماح. بعد كده بيقول لي قم بتعيين كلمه مرور استخدامها من اجل تسجيل الدخول الى الحساب، ابدا اكتب له كلمه مرور، وبعد ما بكتب كلمه مرور بضغط على التالي. بعد كده هبدا اختار الخط اللي انا عايزه، تمام؟ على سبيل المثال هبدا اختار الخط ده بالشكل ده كده بالضغط على كلمه تطبيق، يبدا اهوت ينزل الخط على الموبايل، بيقول اهوت تم التطبيق بنجاح، تمام؟ ابدا اشوف شكل الخط كده، هنلاحظ ان شكل الخط اهوت اتغير في جميع التطبيقات الموجوده على هاتف اوبو، تمام؟ طيب كل اللي انت هتعمله علشان ترجع الخط الاصلي اللي كان موجود في هاتف اوبو في حاله لو الخط اللي انت اخترته ما عجبكش، تمام؟ هتضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات هتروح على التخصيصات، ومن التخصيصات هتضغط على سمات، تمام؟ هبدا اضغط كده على الصوره اللي هي فوق كلمه سمات وهضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هضغط على فتح متجر السمات اللي هو موجود في اسفل الشاشه وهضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هضغط على انا اللي هي موجوده في اسفل الشاشه ناحيه الشمال وهضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هضغط على مواردي، تمام؟ هبدأ اضغط على مواردي بالشكل ده. بعد كده هضغط على الخطوط بالشكل ده كده، وبعد ما اضغط على الخطوط هتظهر قدامي الصفحة ديت، ومنها هبدأ اختار اول اختيار اللي هو ديفولت، تمام؟ اختيار اللي هو في اعلى الشاشة ناحية اليمين، وهبدأ اضغط على كلمة تطبيق بالشكل ده كده، تمام؟ يبقى كل اللي انا هعمله هاجي عند كلمة ديفولت واضغط على كلمة تطبيق الموجودة اسفل كلمة ديفولت بالشكل ده كده، بقول ان هو تم التطبيق بنجاح. لو انا كده عملت خروج هلاحظ ان الخط بتاع هاتف اوبو الاصلي اشتغل معايا اهوت، تمام؟ وبكل سهوله. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.